متابعي قناة شاهد، ده فيديو الفنان راشد الماجد يرد على معجبة قالت له أنا بحبك وكانت بجوار زوجها. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. فاجأت إحدى المعجبات الفنان السعودي راشد الماجد بالتصريح بمحبتها له، وذلك خلال صياحها وهي تبدو إعجابها به عندما وقف يغني على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الصحفي ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير الكويت 2020. وأظهر مقطع فيديو تناقلته العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير رد فعل الفنان راشد الماجد الذي جاء أكثر مفاجأة للمعجبة التي لم يمنع وجود زوجها برفقتها أن تصرخ بصوت عالي أحبك. وقال راشد الماجد ردا على المعجبة امسكي رجلك شايفه يستاوب أو يتاوب بالمصري. وأحدث المقطع جدلا بين المتابعين إذ انتقد كثيرون موقف المعجبة بسبب تخطيها حدود وجود زوجها برفقتها، إضافة إلى أن موقفها جعل صيحات الجمهور تتعالى على رد فعل راشد الماجد الذي أشعل حماس الجمهور. وأشاد البعض برد فعل راشد الماجد الذي أخذ الأمر بطرافة أو بخفة دم المعهودة، مشيرين إلى أنه أحرجها بطريقة ذوقية وبذات الوقت بها نوع من الكوميديا لتتقبل الأمر. الفنان راشد الماجد تم تكريمه في السعودية خلال فعاليات مسامريود، إذ أقيمت له ليلة خاصة حملت اسم ليلة سندباد، وفيها تم تنظيم مزاد لبيع عوده الموسيقي النادر والذي اشتراه أحد المشاركين في المزاد بقيمة 600,000 ريال سعودي. راشد الماجد من مواليد 27 يوليو سنة 1969، أي هو الآن بعمر 50 سنة، مغني سعودي ويعتبر من أشهر مطربي الخليج. ولد في البحرين من أب سعودي وأم بحرينية، وهو حاصل على الجواز السفر البحريني. راشد عبد الرحمن عبد العزيز الماجد ولد في المنامة البحرين، وهو المولود الثاني بين إخوين وأربع أخوات، وترعرع ودرس وقضى طفولته في البحرين والدمام والسعودية، وحصل على الشهادة الثانوية منها من ممتلكات شركة فنون الجزيرة وقناة والناسة وبيليتونيوم ريكوردرز بنسبة 50% بالشراكة مع مجموعة الـ NBC، وله مكاتب في الرياض والبحرين ودبي.